اللي صار في كربلاء والنجف، الحرق، تعدد الزوجات، بسط الزوجات. بعدين خليني اقول لك فتشي يا شيخ، لما الرجال مريض تجي مرته تبسطه، تجي بنته ضربه، يجي ابنه يضربه، هذا يشيل تليفون، يشيل تليفون ويقول الو انا عندي مرض سرطان اعتدوا علي بالبيت. تجي يجون طبعا الشرطه المجتمعيه بالعراق من ارقى اصناف الشرطه اللي انا شايفتها بالعالم. طيب واشجع ناس وافضل ناس، ولم يعني في فكرهم يصلون خمس اوقات، يصومون رمضان، هم هذول الناس اللي راح يجون، نساء ورجال، اسمهم الشرطه المجتمعيه. ما تتكلم انت، ما تتكلمون به، ما تتكلمون به الان بالمنابر هو قانون العقوبات العراقي. اني لما يضربني واحد اروح مثل ما يضربني حرامي مجرم يطب علي بالبيت؟ لما يكسر ايدي رجلي او يضربني بوكس بعيني؟ او شفتوهم الاطفال عام 2020 5600 حاله عنف تسجلت، ظهورهم مشوايه من مرت الاب، صح، رجليناتهم مشوايه. خلينا ناخذ اجابه الشيخ. وصلت الفكره يا شيخ، مرت الاب وصلت الفكره، وصلت الفكره. مرت الاب مره مثلي.